من اللحظات يا أبو إبراهيم لحظة تقليدك الوسام؟ والله الملك فهد أعطاني وسامين، وسام الاستحقاق الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الدرجة الثانية، وقبلها وسام من الاتحاد السعودي يعني قلدني إياها الأمير فهد بن سلطان، وأنا ممنون جدا وأعتبر نفسي أنا محظوظ، محظوظ إني تعاملت مع مسؤولين وتعاملت مع لاعبين بهذه الدرجة من الوعي والإدراك والإخلاص والعمل، أعتبر نفسي محظوظ والحمد لله، الحمد لله على ذلك. ولا زلت أعتبر نفسي محظوظ إن الإعلام مثلك وشراك يعني بين حين وآخر مقابلات مناسبات يشاركون فيها، يعني على سبيل المثال والحصر الشارع هذه اللي سمي باسمي خلف البيت